رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفنا يعني اللي انا برحب بيه بجد، لانه من ضمن الشخصيات اللي انا اعرفها وحاسه ان هو من كتر تواضعه واسلوبه الجميل واحساسه انه منا كده وعلى المصطبه زي ما بنقول كده، وبرنامجنا على المصطبه الصبح ونصبح عليكم كل مكان. نرحب بضيفنا الجميل سياده النائب عبد العزيز صرتي. ازي حضرتك يا فندم؟ شكرا جدا، يعني صباح خير وصباح الفل عليك واعزائنا المشاهدين كلهم. عليك وعلى المصريين جميعا، مفاجاه اليوم ان حضرتك معانا النهارده. وعلى كل مواطن مصري في ربوع مصر. حلوه الكلمه دي. وكل مواطن مصري برضه. اهم شيء ربوع مصري. صح. بس استاذ عبد العزيز صبتي نائب دائره تشوين القناطر كده صح؟ تحت امرك. انا سعيد جدا بلقاء حضرتك. انا اكثر سعاده. وعايز اقول لك على مفاجاه، انا اول مره اعمل حوار مع نائب. طب كويس ياكم بقى بجد والله. ما كنتش اخر مره. لا لا ده انا شغوف ان انا ما كنتش اخر مره. بس هو في سؤالين، هنبتدي بالسؤال الاولاني. اتفضل. هو ليه تم تغيير اسم مجلس الشعب لمجلس النواب؟ انا مش عارف. هو في الاول وفي الاخر هو بينهم على الشعب المصري. تمام. النواب عشان كان مجلس شعب ومجلس شورى. تمام. فعشان اتلغى مجلس الشورى فجمع ما بين مجلس الشعب ومجلس الشورى، فقال مجلس النواب بينوب عن الشعب المصري في تحت الاب. تمام. تحت يعني القبة. تمام. قبة مصر. ايوه. تمام. طيب معلش يا استاذه. لا ده انا عايزاك تعيش السؤال. وبعدين انا اصلا همسك من الاول تحت القبة دي. لا لا اصلا هي قبل القبة، هجيب من قبل القبة. بص، بما ان انا اول مرة اقعد مع حد نايب اتحاور معاه، انا ما اعرفش ايه اللي ليا وايه اللي عليا، يعني ايه الحاجات اللي الجا فيها لنايب الدايره بتاعتي. حلوه دي. انت بتتكلم كمذيع ولا كمواطن مصري؟ كمواطن مصري مش مذيع خالص. الدايره انت بالمناسبه حضرتك انا احنا على المصطبه يا فندم. بص يا ريس، اولا عضو مجلس النواب المفهوم عند المواطن المصري مفهوم خاطئ بالنسبه ل الايه المطلوب من عضو مجلس النواب. اولا مجلس النواب الحقيقي يجب ان يكون مشرع ومراقب على الحكومه. تمام. مشرع قوانين مصريه اللي محتاجها الشعب المصري، عايز ايه؟ لو في عنده مشاكل او عنده عوار في قوانين معينه يجب عليه ان هو يصححها او يصحح القوانين بتاعتها. تمام. ويراقب الحكومه في عملها. تمام. ولكن المفهوم الحالي دلوقتي عند كل المواطنين ان الشعب ان عضو مجلس النواب ده في يمتلك كل شيء. يعني كل الصلاحيات. يعني بالليل بالنهار تخبط عليه المفروض يكون متواجد معاك. اي مشكله عندك تخصك في بيتك في اولادك في اهلك في مركزك، هو المفروض كده، هو المفروض فعلا يكون متواجد. هو يعني بس هو مش اساسا مش خدمي يعني. عضو مجلس النواب المفروض مش خدمي اصلا. تمام. يعني هو لان الفكره اللي عند الناس ان النايب ده نايب خدمي. لما عاوزك مثلا في كذا تجيني يعني هو ما بيفكرش كذا كذا والواجبات عندي هو ما بيفكرش غير في حاجته غصب عني. عندي واجب فرح، واجب عزا تجيني، عندي طهور تجيني، انا مريض كده. انا سياده النايب مش هتاخر، عايز بس مش هتاخر، بس هو هيجيب وقت ده كله. على قدر طاقته. هيجيب وقت انه يغطي الكلام ده كله 24 ساعه. عضو مجلس النواب على مستوى مصر في هذه الفتره العصيبه اللي بتمر فيها بلدنا، دي حقيقه فعلا، دي مش كلام يعني، كلنا حاسين بيها. ما بينامش في 24 ساعه، لان طب انت عندك الخدمات يعني مترهله في جميع الوزارات. بص اولا على كل عايزه متابعه، عايزه مراقبه من سيادتك. يعني انت عايز اقول لسيادتك حاجه. اولا ما كانش في عندك مراقب داخلي على كل مواطن في مصر، موظف في مصر بيقوم بدوره في مصر، ايا كان موظف او غير موظف، او في الاول وفي الاخر مواطن بيجمعنا الارض والهواء والميه. صح؟ بيحاسبنا رب السماء. احنا مواطنين. بالظبط. يعني احنا المفروض الوطن ده بيحافظ علينا. هو فعلا الشعب المصري اثبت ان هو احسن شعب على مستوى العالم وعارف مصلحته فين. والكلام ده طبعا الاحداث الاخيره اثبتت هذا الكلام للعالم كله. يعني بقى خلاص بقى هو وعي، والشعب الوحيد او قام بثورتين ما حصلتش في التاريخ، ان في شعب يقوم بثورتين في فتره بسيطه في سنه خمس سنتين. بالزبط. ما حصلتش. تمام. ولكن عرف وعي، عرف يعني وتعلم الثوره، وتعرف يعني ايه ثوره. يجب علينا احنا بقى كمسؤولين وكوزراء وكرئيس دوله ان احنا نلتف حول الشعب المصري، لان احنا كلنا جزء منه وجزء طبعًا. مننا طبعا. هو برضه غصب عنه الوزراء. سياده النائب اتكلم، بص برضه بحماس. بص هو الوزير مين؟ ما هو واحد من الشعب. صح. اخوك واخويا وابن عمي وابن عمك. وممكن بكره ما يبقاش وزير. اخواتي المسلحه مين؟ ما هو اخوك وعمك وابن عمي وهكذا. هو ده اللي عايز ارجع له. اذا احنا كلنا تندمج تحت اسم الشعب المصري. الشعب المصري يعني ارضنا بتاعتنا. تمام. والمواطنه بتاعتنا، وانت حقك تعيش وحقك تحافظ على وطنك. والشعب المصري انا بحييه من هذا المنبر الاعلامي المحترم، لان الشعب المصري وقف جنب الدوله رغم كل ما حصل في الفتره اللي فاتت ديت،
وده حبا في الرئيس، ده رقم واحد. رقم اتنين حبا في الوطن، لانه مش عايز الوطن يتمزق، مش عايز الوطن ينقسم. وفعلا دلوقتي تقريبا الشعب المصري لحمه واحده، سواء جيش او شرطه او شعب او سلطه او وزراء، كلنا تقريبا كتله واحده دلوقتي. خليني اولا اقول لحضرتك الله يكون في عونك، مش انا بس، كل طبعا يعني كل واحد، كل نواب الشعب المصري يعني في ال 24 ساعه يمكن ما بينامش ساعتين ثلاثه اربعه. بص حضرتك لو تفتكر قبل 2011 الناس كانت تتهاتف على المناصب القياديه في الدوله، سواء كان يبقى وزير سواء كان يبقى رئيس ايا كان. بعد 2011 اصبح الموضوع مختلف تماما، اصبح الموضوع مسؤوليه ومسؤوليه غير عاديه. انت حضرتك بتاخد الريسك، بتاخد المخاطره على كاهلك لوحدك قدام. عشان كده حضرتك لو تلاحظ بعد 2011 كنت تلاقي يعني ما حدش عايز يترشح لاي منصب وزاري، الناس كلها مع اصل الموضوع وبيحسبها مليون مره اول ما بتجيله. وخليني اقول حضرتك على حاجه، هي هو الموضوع لو وقف ان احنا حضرتك تروح تجامل في مناسبه ده حاجه مقدور عليها، انما هو المشكله في ايه؟ من وجهه نظري طبعا ان ممكن تلاقي حضرتك جاي يطلب، حد جاي يطلب منك طلب وهو يتخيل انه في مقدوره واستطاعتك، صح، ماسك عصا سحريه في تنفيذ هذا الطلب. والاخطر من كده ان هو بيبقى جاي يطلب طلب غير صعب، منطقي، وعارف انه مستحيل، غير صعب منطقي. صعب. يعني سيادتك الخدمات وحاجة بتصرف ازاي بقى؟ لا هو هو بتقولها له يا فندم، بتقولها له يعني لما يبقى طالب بتقول له لا ده مش يعني استعمل. واحد يجي لك يقول لك ايه انا بس، هي نقطه الظروف الاقتصاديه بتتحتم عليك، انت بجنبه لازم تبقى بجنبه حتى لو بكلمه حلوه او كلمه طيبه، تحاول مستحيل عشان ترضيه. معلش هو واحده بيقول يعني لك انا عايز يعني مثلا يعني لا يعني مثلا واحد جه لي من اسبوع مثلا، هو ابنه في مدرسه خاصه، كانت الظروف قبل كده كانت متاحه وكان في متيسر الحال، وكان ولاده في مدارس خاصه، عايز احوله من مدارس خاصه لمدارس حكوميه، لازم تقف جنبه ولا تقفش جنبه؟ نقف جنبه، هو الظروف كده، الظروف تحتمت عليه وفي مقدوري وفي استطاعتي بالظبط. هنا بقى يقول لك ايه كل الناس النهارده مثلا، يقول لك ايه انا عايز ابني ضابط شرطه يدخل في كل الشرطه ويروح مجلس النواب عشان يزكيك ويخش تخش تبقى ضابط شرطه او طالب في كل الشرطه. ما يعرفوش ان الحاجات دي مش بالسهوله دي، والجمايل كمان، وبعدين ما هتجامل لازم بالظبط كده، يعني هتجامل في ايه برضه؟ يكون لازم يكون الشروط مطبق عليك، هتجامل واحد يعني. انا عارفه المواضيع دي بقت يعني اصعب دلوقتي يا فندم. طبعا صعب دي اصعب جدا دلوقتي. يعني كان زمان كان في مجاملات، النهارده مفيش مجاملات. كان عايز مجلس النواب يقول يعني يقول له ده ابن عمي ده ابن خالي يعني يعملوا خاطر. النهارده كله بيدخل الملف من غير بالظبط كده، بيدخل الملف من غير اسم. واحد زي علي بيقول له طب اشمعنى مثلا عبد العزيز صفتي، ابن عبد العزيز صفتي مثلا نجح، ورغم ان ابن عبد العزيز صفتي مش مؤهلاته زي مؤهلات ابني، وما امتلكش اللي انا اللي ابني امتلكه. فالناس كلها بقت عينها مفتحه. يعني الناس بقت فاهمه ايه، عندهم وعي. هو المشكله ان هو يعني بعد الناس كده بيزعل منك، بيزعل منك، بيزعل. هو بيجي يطلب منك خدمه وحضرتك بالتاكيد بتسعى في هذه الخدمه، والخدمه لم تنفذ هو يروح زعلان منك. ما هو انا بالتاكيد بالتاكيد انا لو اقدر اخدمك هخدمك. شو دكتور علي، دكتور علي ممكن يبقى فاكره تقصير كواحد فرد من المواطنين، ممكن يبقى فاكره تقصير. لا طبعا بالتاكيد كنا عايزين ننجح. في حد عايز يفشل؟ لا هو في واحد بالتاكيد مش عايز يبقى محبوب. لا في واحد، لا في واحد يبقى في المنصب، في واحد هيقدر ده او مسؤوليه دكتور علي ويتاخر بالظبط ويتاخر على الناس. بص انا وانت بنسعى، ولكن ادراك النجاح. هو علي ده اسم جدي بالمناسبه، انا اسمي علي. سلام على علي، اسمع علي دكتور علي، يعني علي اسم جدي. طب علي علي كلام جدي. حضرتك اتكلمت في القبه. في القبه، القبه احنا كلنا تحت القبه، صح حضراتكم؟ يعني مصر كلها تحت القبه، مصر تحت القبه، لان كل واحد بيمثل منطقته، كل نائب بيمثل منطقته، الدائره بتاعته او دائرته. قبل ما تدخل بقى نرجع ورا شويه، لان احنا برضو بنكلم الناس كشباب، وكل واحد بيطمح ان هو في يوم من الايام يبقى في مكانه كويسه، او يقدر يخدم بلده، او يقدر دايرته او شعبه، او يبقى من الناس اللي بتخدم. تمام، لان الموضوع مش سهل. تفضل. اكيد صعب، سهل، صعب جدا والله. نرجع بقى ورا بالذاكره كده، حضرتك كنت متخيل في يوم من الايام تبقى نائب اصلا؟ لا طبعا. بما اننا على المصطبه بقى بنتكلم كده، يعني هنتكلم بصراحه. عايزين نتكلم، اي انا عايز افتح بقى الصراحه. لم يرد بخاطري يوم من الايام ان هكون المستوعب. طب ممكن اسال سؤال بشكل مختلف؟ اسال براحتك. حضرتك حد في العيله عند حضرتك كان نايب، يعني الاب او لا؟ لا 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 بالمناسبه لا لا بياخدوها متوارثه؟ والله لا 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 والله بيتوارثوها، هو بيحبوها. لا لا بقول لك ولا خطرت في باله، ولا خطرت في بال حضرتك خالص يعني حد قبل يعني فكرت فيها ازاي؟ ولا فكرت فيها والله العظيم، عشان بس الشباب، كل شاب في مصر، هو ده اللي انا عايزاه، يعرف كل شاب في مصر يعرف يتعب الاول ويجتهد طبعا، ويبقى عنده يعني عنده هدف
عايز يوصل له. اولا موضوع مجلس النواب ما كانش في دماغي ولا في خطيري ولا في اي حاجه. انا راجل انا اتعلمت واخد بال سيادتك وتعبت في حياتي واجتهدت وبادئ يعني، يعني حتى انفصلت عن والدي. يعني والدي كان تاجر كويس كبير يعني ومعروف في البلد، الا انا بدات حياتي من الصفر، ما خدتش من يعني ما اعتمدتش على والدي في حاجه خالص. بس انت خلاص كنت بتعلم منه بالتاكيد. اه طبعا بتعلم منه. منه طبعا يعني التجاره دي اصلي يعني. لا اتعلمت منه وشربت منه كتير وتعلمت يعني ايه حياه ويعني ايه تتعامل مع ناس ويعني ايه الاجتماعيات ويعني ايه تقابل ناس وتحترم الناس. هو هو كان قاضي عرفي حضرتك كان صح؟ والدي كان قاضي عرفي. فعشان ده برضو اتعلمك مشاكل يعني الناس وسمعت وتحاورت. كان قاضي عرفي على مستوى المحافظتين الادويه الشرعيه، وكان محبوب ومعروف، ما كانش متاخر عن اي حد حقيقه يعني عليه رحمه الله. يعني ما كانش عمره اتاخر اي حد. لما تيجي مثلا الدكتوره ولاء تقول له انا محتاجك يا عم الحاج في كذا كذا، حتى يوصل لحد عندها تحت امرك ويقضي لها طلب على المقابله الحلوه على قد ما يقدر يعني. بعد كده يحلها. بيتنا مفتوح يا دكتور علاء، يعني مش هقول لك في 24 ساعه مفتوح على طول، ما بتقفلش. سياده النائب يعني ايه قاضي عرفي؟ دي حقيقه يعني ايه قاضي عرفي؟ انا مش عارف اللي هي الجلسات العرفيه. قاضي عرفي يا باشا، احنا احنا عندنا في عادات في الريف عندنا، او تقريبا دلوقتي على انتشرت على مستوى مصر كلها، ان المشاكل اللي بين طرفين. أيوة. بين ناس مشاجرات. نزاع على ارض، نزاع على ميراث، قتل، ده كله ما بيتحلش عن طريق المحاكم. ايوه ما يرجعش. اي حد بص ما يرجعش المحاكم، الذي يصل الى القضاء يصل الى البغضاء. البغضاء طالما في قضاء في بغضاء. حلوة. حتى لو حلوه الجمله دي، حلوه الجمله دي جدا. من وصل الى القضاء وصل الى البغضاء. ما فيش اتنين دخلوا المحكمه وطلعوا بيحبوا بعض. لا ممكن ممكن يعني ما فيش فوق منتصر ومهزوم، الاثنين مهزومين لان الاثنين بيكرهوا بعض. تمام. فهم مهزومين. تمام. الجلسه بقى الجلسه العرفيه والجلسه العرفيه ايه وظيفتها وايه دورها؟ القاضي العرفي بيجمع بين الاطراف، الطرفين اللي هم فيهم خصام او فيهم نزاع او فيهم مشاكل بينهم بعض، بيقعدوا وبذاتك بيتفقوا على نظام معين. ايه نظام معين؟ كل طرف من الاطراف بيجيب القضاه اللي تعجبه اللي تحكم له، فالاثنين بيقعدوا قدام المنصه والقضاه بيسمعوا لهم، يسمع كل طرف ويسمع الشهود بتاعته. انت قول حجتك بطريقتك الخاصه، هو قاعد القاضي قاعد فاهم يسمع. لو الدكتور علاء اتكلم كلام مش منطقي هيرجعه، في كذب. ايوه هيرجعه هو يعرفه. بس هو مش في المحكمه. لا مش محكمه. قاعده قاعده المصطبه يا باشا، زي المصطبه. احنا مش عايزين مصطبه. المصطبه. ايوه حلو قوي. تمام. المصطبه الفعليه اسمع لك وبالعقل اوزنها بالعقل بقى. بنجيب الطرفين، نسمع الطرفين، نسمع المشكله دي ونسمع المشكله دي، والله قاعدين يسمعوا ومركزين. وممنوع حد يقطع حد، يعني انت قاعد في محكمه بمعنى محكمه، يعني في منصه وفي احترام ليها. قاعد ما فيش حد يتكلم، اللي بيحكي الحجه بتاعته الثاني الطرف الثاني بيسمع، بس بيسمع للطرفين. بيسمع للطرفين. القاضي بيسمع للطرفين طبعا. تمام. وانت عندك دكتور علاء هيحكي قصته، حصل كذا كذا مع الدكتوره ولاء. طب في شهود؟ في شهود. مين فلان؟ يورد الشهود، يكتبهم في ايه؟ في محضر الجلسه. محضر الجلسه عادي. تمام. الطرف الثاني نفس الموضوع، يسمع مشكلته، يسمع حجته، وعندك شهود، عندي في شهود، يورد الشهود في محضر الجلسه. بيختار القاضي العرفي ده على اي اساس؟ يعني حضرتك والد حضرتك قاضي عرفي. تم اختياره ازاي؟ بص دي بالمناسبه وعايز اقول لك على حاجه في الاخر، بس حضرتك ما تقول لي. بص يا دكتور علاء، دي بالممارسات. ايه الممارسات؟ ناس تعودت يعني تروح لفلان عشان يعني بيحب. دكتور علاء اختار عبد العزيز صفتي عشان يدخل حل مشكله بينه وبين دكتور علاء. تمام. وابتدى يحل المشكله، والدكتور علاء اقتنع ان اللي قاعد اللي هو بيعرف يحل ده بينصب العقل. ليه حكمه والعدل. بيسمع كويس يرجع له ويحاول يصلح بين الطرفين. تمام. بص مفيش حاجه اي حد في الدنيا بيوصل لكل حاجه. طبعا. تمام. لازم تتنازل شويه. تمام. وانا بقى يقدم تنازلات ضمن الحوار. صح. نقدم ازاي الاخر يصلحك. انا في الاول وانت مرتاح وانا مرتاح احضر صلح او جلسه صلح. حلوه. مش جلسه عكننه. لا مش عصام. او نرقص عليه في الاخر برضه. طب ايه الفايده بقى؟ صح. في الاول والاخر احنا انت جاي، انت حاطط في دماغك وانت جاي يعني بعد ما نسمع الاطراف القضاء بينتقل الى مكان منصه مكان بتاعتهم الخاصه يعني جلسه خالص بقى. اسمها مكان التداول او حقوق من دوله. القضاء بيتداولوا مع بعضهم، بيجيبوا الشهود بقى جوه الجلسه، والشاهد بيحلف يمين الله ان هو هيقول صادق. كلمه صدق. هيقول اللي شافه بعينيه وسمعه بودنه. ده لسه موجود لحد دلوقتي؟ موجود لحد دلوقتي. تمام. دي بتحلي، خلي بالك يعني في قضايا بتقعد في المحاكم 20 سنه وتحلي في جلسه وفيها بساعه، وكل واحد يعرف حقه من هنا جلسة من وحكم هنا. وجلسه وكل حاجه وحكم محكمه ويمشي على المحكمه. يعني محضر الجلسه اللي يطلع ده القاضي بيعترف، ما يقدرش يخالفه. والقاضي لانه طبعا عارف ان ده الصح، انت قدام المحكمه بتقدم كل المستويات سواء زور او صح او كذب،
قول له قاضي ما بيشافش وانت جاي عشان تحل اصلا اللي جاي جاي يحل واللي جاي يحل غصب عنه لازم يبقى قدامه انه هو ده الحل فلازم يقتنع بيه. بص يا باشا ان يريد اصلاحا يوفق الله ما بينهم انت الله. جاي عشان انت تصلح ان شاء الله والقاضي جاي انه يصلح ان شاء الله وانت جاي عشان انت يعني حتى لو الدكتوره ولا زعلتك انت هتنازل عن الزعل ده او حتى تسامحها او هتسامحك جاي عشان في الاخر تغرق ايديك في ايدين الايد اللي متخصم معاه وانتم مبسوطين مش زعلانين يعني انت بتخرج من الجلسه تبوسوا بعض وتحضروا بعض وتروحوا تزوروا بعض زي زمان يقول لك والنبي انت لسه زعلان طب هات راسك وبص هات شوف هي دي وتروحوا تزوروا بيته يعني في ناس متخصصين بقى لهم 20 سنه بس حضرتك بقى ده هنا بقى. انا عايزه من هنا يعني هو ده حضرتك اكيد حاجه عارف حضرتك ايه حضرتك نايب دايره شمال القناطر انا وجهه نظري ان الموضوع وراسي عارف ليه؟ اتفضل لان حضرتك اللي بتقوله ده كله اتعلم منه هو ده اللي فادك انك وتخش تبقى نايب ده يعني حضرتك انت هتلاقي نفسك انت بتعمل كده دلوقتي بص ده المدخل بس ما كانش في دماغي خلي بالك برضه لا ما هو ماشي انا عضو ولا انا راجل تاجر طول عمري في التجاره ودي بتعلم التجاره شطاره يعني احنا عندنا معامل كتاكيت ومصانع علف ومخازن الدواجن والكلام ده كله خمس ست فعلا ما كانش في نيتي انا راجل تجاري وعارف الجنيه بيروح فين ويجي منين وازاي الدوره بتاعت الجنيه تلف جنيه يخرج يجي لك جنيه وربع جنيه ونص عارف بتعمل ايه تمام بالكلام ده وانا طالب مش من تمام وانا طالب ما اعتمدتش على ابويا ولا اعتمدت على عيلتي ولا اعتمدت على نفسي حلو هو ده اللي عايزينها بقى من يعني هنا اعتمدت على نفسي يا سياده النائب والطالب اي بص اي احنا كنا زمان الطلبه في ايامنا انا طبعا انا عندي 63 سنه ربنا يديك الصحه ربنا يحفظك بس مش باين على حضرتك خالص عشان بس لا ما شاء الله لا مش باين عليك والله مش باين عليك والله يعني في الطلبه زمان هنا في اعمارنا احنا في كان يعني معلش كان الريف كان المستوى على قده كان الطالب في كليه الطب طالب في كليه الطب وبيشتغل ويجي عنده 3 4 ساعات مع والده عنده غيط وعنده حقل عنده بتاع يروح معاه في الاجازه بتاعت الاجازه الدراسيه اجازه الصيف كان يشتغل ويجهز هو عامل حسابه انه هيشتغل وهيجيب الفلوس طب. عشان عشان يجتهد يشتغل مش عايز معتدي على ابوه هنا مبدا عادات وتقاليد المصاريف بتاعت السنه الجايه ما هتبقى معاه مش مستني حد يساعده صح تمام مفيش فالطموح والشباب الشاب لو اتحرك يا عم انا عايزه بقى يعني النبي توجه يعني جدا وجه رساله بقى لكل شاب الله يرحمه كان يقول لك ايه اشتري بخمسه وبيع بخمسه وربنا يرزقك بين 50 بسم الله ما شاء الله بقوله زي بقوله جدا ازاي اشتري بخمسه وبيع بخمسه وهترزق ارزق ازاي؟ قال لي انت شريت من الدكتور علاء بخمسه ورحت ورد للدكتوره ولاء نفس البضاعه بخمسه كويس كده يبقى انت ما كسبتش حاجه اهو في الطريق وانت ماشي هيجي واحد يوقفك وانت معاك ايه معاك كذا بكام هترزق ما بين الطريق بين انت متوصل هترزق ما بين الخمستين لما تيجي توصل البضاعه دي هترزق واحد هيعرفك انت مين وبتبيع ايه وتاجر في ايه في ايه ما بين الخمسه والخمسه بلا رساله بقى للشباب ايوه يجي يقول لك ايه يعني انا عندي زمايلي بادئين من الصفر من تحت الصفر مش من الصفر من تحت الصفر ما فيش حاجه ولكن اعتمد على نفسه واعتمد على ربنا سبحانه وتعالى وربنا كاتبك حاجه تشوفها مش هيقول لك ايه ده ابويا كذا وقالها لي كذا ودافع لي عشان ادخل ومش عارفه ايه خلي عندك تفاؤل واتعب واجتهد وجد وامشي في الطريق اذا مفيش حد بيطلع السلم مره واحده ابدا بس حط رجلك على السلم وخلي عندك هدف إيه؟ خلي عندك في وظيفه يا دكتور علاء في وظيفه كذا لا يا عم ده انا راجل مؤهلاتي مثلا لسان صحوه وانا مؤهلاتي بكالوريوس تجاره مش عارف ايه وانا مؤهلاتي مستني الفرج يا عم ابدا مستني الفرج ابدا اعرف الدكتور علاء ما تخش على الدكتور علاء تعرف مكان الدكتور علاء مكان تعرف اللي في الاستوديو بقى هتعرف يعني هتعرف الناس وتعرف وتكبر بعد كده بس يا فندم مفيش نهار لحد يكبر من اول واحد يعني تاكيد لكلام حضرتك هتلاقي ان زمان كانت الاجيال انا يعني عندي دلوقتي اختلف خلي بالك عندنا انا عندي 47 سنه بالمناسبه يا دكتور علي كنت دايما بعتمد على نفسي وهتلاقي كل الناس اللي ناجحه هي صغيره بدي من الصفر صح الحاجه الثانيه معظم كبار رجال اعمال اللي موجودين حاليا دلوقتي ومحافظ على المكانه دي على فكره لو بحسب تاريخهم وبدات اقولهم ايه صفر يا فندم انت بيعملوها صح النهارده وبينهوها برضه على قد ما بس اتعب واجتهد ما تقولش لا انا ما اعرفش دكتور علاء ده دكتور علاء ده ابدا يا سيدي خش اكبر دلوقتي. مشكله بتواجه اكبر مشكله بتواجه اي حد بيجي يعمل مشروع هي العماله احنا في مصر عندنا ليه؟ عطاله وليست بطاله والفرق بين الاثنين شاسع جدا انا معاك العطاله ان انت النهارده مستني انت العمل يشتغل هو النهارده حضرتك معلش الناس قاعده على القهاوي وكل أيوة ده الكلام ده كله بتاع هو شغل ما يا فندم هو المشكله كمان هو مش عايز يشتغل ولو راح مش عاجبه كمان مش رايح يشتغل مش عاجبه احنا عندنا عطاله مش بطاله صح العطاله صح هو النهارده يبقى فيه فرص شغل والناس مش لاقيه شغل بس مش عايزين يشتغلوا
دي العطاله. انما البطاله حضرتك تبقى ايه؟ يبقى حضرتك النهارده الناس مش لاقيه شغل. انما النهارده حضرتك اعمل مشروع والله. وانا حضرتك اثرت في حديث حضرتك قلت انا عندي مشروع كذا كذا كذا، انا متاكد ان حضرتك هتلاقي بتعاني من العماله طبعا. اي مشروع أيوة. دلوقتي مع ان الشباب قاعد على القهوه مثلا. اقول لسيادتك الحاجه، يعني العامل نقدر تجيبه تبحث عليه وتجيبه وتقول له شغالك عندي بيتامر صح؟ يجي لو اشتغل يوم اتنين تلاته يروح بسبب شغله ماشي، لو اكتمل في جيبه 500 جنيه 1000 جنيه ما يجيلكش لحد ما يخلصهم يجي. اه اتعود على كده تمام. لكن اللي هو عنده استعداد من صغره ان يجي يشتغل وعارف ان قدامه هدف، هيركب عربيه، هيشتري شقه، هيتجوز، هيعمل صح. هيتعب. لكن النهارده بيعتمد على ابوه، بيعتمد على عيلته. ابويا يجيب لي، هي دي بقت غلطه يا فندم، ابويا يجيب لي، هي بقت غلطه. ان احنا ما كناش كده ابدا اقسم بالله. هي غلطه. انا اقول لك ابويا عمره، انا الحمد لله ما كانش متاخر انا في حاجه، وكان ولا عمره اخر انا حاجه، كان بس هي قارنت نفسك انت. ولكن انا مين؟ طب ليه انا اعتمد على ابويا؟ صح. ابويا اعتمد على نفسه. صح. ابويا اعتمد على نفسه، ما اعتمدش على نفسي ليه؟ وفين وفي حاجه اسمها الرزاق؟ في ربنا هو اللي رازق، مش انا ولا انت. ربنا كتبه لك، انا احمل، ربنا كتبه لك هتشوفه. علشان كده احمل، اتعب، اجتهد، اتحرك، اخرج، مش قاعد جنب طول النهار وتيجي جنب والدك ومستني الوظيفه ومستني. والله العظيم تسع رسول الله كده، تسع اعشار رزق في التجاره، اخرج تسع اعشار، بيع اي حاجه، اشتغل في الايلاند، اشتغل في الكراسات، بس اسمها سعيد. ابدأ اتحرك. ايوه اسعى وناسى معاك. يعني انا اعرف واحد قريب مننا خالص، بادئ ما فيش حاجه خالص النهارده، بسم الله، عنده شركات وعنده مشروعات مقاولات وعنده ربنا يزيده، بس بدا. بس انت عارف ان هو بدا ربنا يعني. عارف من جواك انه بدا وتعب، فانت بتقول ما شاء الله الله اكبر. وصل بص الاقي واحد قاعد في البرج ال 20 وانا عايز اطلع برج، طب اطلع من اول السلم، اطلع. مش من اين لك هذا صح؟ بص حضرتك اللي يحزن حضرتك واللي يحزننا جميعا ان مصر فيها مجالات عديده ممكن الناس تشتغل، شباب اكتر. والدلاله على كده ان لما جت ناس من دول عربيه شقيقه نجحوا في مصر. بالظبط، ده ابسط مثال. معلش سوري، يعني من غير ما نقول اسامي، احنا مش عايزين نقول، من غير ما نقول اسامي دول طول عمرها. معلش حضرتك تخش في اي مكان، ده اكتوبر بقى كلها مش عارف ايه. بالاسماء صح. مصر طول عمرها حاضنه لكل اي حد يخش مصر. ربنا يجعلها دايما سلام وامان. يا فعلا فعلا، ولك ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، مصر امنه ان شاء الله الى يوم الدين، الى يوم الدين باذن الله، لان ربنا اللي حافظها لا انا ولا انت. تمام. الذي يحفظ والله مصر، ساترها معنا. ربنا رب يسترها معانا، لان ربنا هو اللي تجلى على ارض مصر. تمام. ما تنزلش في اي مكان في العالم واي بقعه على ارضنا، فارضنا هتبقى محفوظه ان شاء الله. احنا محتاجين تبقى متكاتفه ومتماسكه وكتله واحده، وان شاء الله شعب مصر ومصر ان شاء الله محفوظين ومنصورين بامر الله سبحانه وتعالى. محتاجين نستثمر في البشر. احنا عندنا بقى في بعض ايوه في حته بتوجعك اهي. طلع بقى على المصر. بقول لسيادتك لما واحد يفقد اهله، ايوه، ويفقد موطنه، ايوه، ومش عايزين. احنا الحمد لله رب العالمين، مصر الوحيده اللي ما عندهاش مخيمات لاجئين. لا، ما عندهاش لاجئين. احنا عندنا اخواتنا بيخشوا عندنا. أيوة. اخواتنا واهلنا وناسنا بيقعد عندك، لما يجي عند بيتك المصريين الكرماء. تمام. حد يخبط عليك، في تضامن، في تضامن، تفرشوا جلابيتك وتقعدهم. صح، في تضامن، تكافل وتضامن ما بينهم لله في لله. صح. ودي الحاجه الوحيده اللي مش موجوده في اي شعب على فكره. في بعض اخواتنا السوريين طبعا ربنا يفك اسرهم ويبعد العراق وكلهم يا رب. الناس اللي هم يعني النهارده كان في اعتداء النهارده، حسبي الله وكيل، في تركيا النهارده غزت، يعني ضربت مخيم من مخيمات اللاجئين في سوريا، اللي هي بقول، اللي هي بتقول، اللي بتتكلم باسم الدين. هؤلاء لا يعرفون عن الدين شيئا. بص يا فندم، احنا الدين اسمه دين سلام واسلام. الغذاء والدواء هم اهم حاجتين بيهموا الناس. حضرتك لو بصيت على مستوى العالم كله هتلاقي ان ارخص دواء موجود في مصر، يعني حضرتك لو رحت أكل والله. لو رحت جبت المضاد الحيوي من مصر وجبت نفس المضاد الحيوي من اي دوله تانية حتى خمس اضعاف، هتلاقي خمس اضعاف. الغذاء حضرتك يعني شوف اي دوله، اضرب اي دوله هتلاقي انت هنا. مش مصدقين والله يا دكتور علاء، سهل قوي. انا اقول لك، انا كنت في يوم من الايام في احدى الدول العربيه وبتاع بالظبط، ابسطها مش عايزين نقول والله. في العمره صحيح، وكان في العمره حضرتك يعني العيش تضربه في الحيطه يرد لك تاني من، ومفيش عيش، وصعب قوي انك تلاقي. تعالى لو حد وقفك في الشارع، حد وقفك في الشارع قال لك انا جعان، هتسيبه جعان؟ لا فيش. بس هو ده الشعب المصري، ده اللي بتكلم فيه. الغذاء والدواء، ورغم كل شيء وبرغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي احنا بنمر بيها، ولكن احنا احسن من ناس من دول كتير جدا جدا جدا. الظروف صعبه، بس الظروف صعبه حضرتك قلتها في الاول، بس لازم نشتغل. بص يا فندم، انا عايز اقول لك على حاجه، انا اتعلمت في حاجه، لان انا كنت في احدى الشركات العالميه علموني حاجه، دايما حاسب نفسك الاول قبل ما تحاسب غيرك. صح.
ينفعش النهارده انا اقول ايه وصل الشوارع مش نظيفه وانا برمي المنديل ورا في الشارع. طب انا اتكلم انا اتكلم بصحه بامد الله. اتفضل. اولا انا من هذا المنبر بحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. هننهي بقى بالحته واللي بيحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشتغل جنب مصر. طبعا. واللي ما بيشتغلش بيكره الرئيس عبد الفتاح بيكره مصر. بمعنى اصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مش شغال لوحده مش هيشتغل لوحده. مش هيخش كل وزاره يقول له يا سياده الوزير اعمل كذا كذا. اما انا حاطك وزير ليه؟ انزل انت عندك قياداتك وعندك قطاعاتك انزل اشتغل. اعمل اللي عليك وسيب انزل انزل خش من مربعات انزل مربعاتك وانزل المحافظات وشوف الدنيا فيها ايه. اختلط مع الشعب. واذا يكون موظف اللي قاعد في مكانه اللي هو بيتقاضى مرتب ان شاء الله يكون جنيه. انت وافقت ان انت تتعاقد مع الدكتور علاء تاخد جنيه ربنا يحاسبك انك على الوقت اللي انت خدته ده ضيعته النهارده معظم موظفين عشان ما تضحكش على بعض. وعشان كده مفيش بركه، لو في بركه الموظف اللي قاعد عايز يخش يمضي يجري. عايز اطلب من حضرتك طلب ممكن؟ اه اتفضل. يعني على الهوا كده. الكلام ده برد اصل لا عايز كده اذى فينا الوقت. عايز اطلب طلب. قذفل قذفل اه والله العظيم ولو قعدنا معاك على المصطبه ساعتين ثلاثه مش هتكفينا ولا بقيت اليوم كله. عايز اطلب من حضرتك طلب اخير وحاسس حضرتك حاجتين. قطاع الاعمال الدوائي انا محتاج اقعد مع حد يتولى يعني يكون صاحب قرار في هذا الموضوع. قطاع الاعمال الدوائي الشركات بتاعتي وبتاعتك اللي ممكن حضرتك تجيب منها الدواء ب 10 جنيه وانت بتجيب زيه ب 40 50 جنيه. يعني بمعنى اخر محتاج اقعد مع وزير قطاع الاعمال. حاسس حضرتك سؤال في الاخر في تغيير وزاري ان شاء الله في طيب احنا حلقتنا خلصت. ايوه احنا انا يعني انا حاسه لاول مره باسف وانا بنهي الوقت خلص بسرعه. وكل ما يبقى فيه تغيير كل ما يبقى فيه امل بكره وان شاء الله. مفيش حاجه امل فينا ان شاء الله ان شاء الله والامل. اعزائي المشاهدين في اخر حلقتنا النهارده على المصطبة انا كنت مبسوط جدا لان اول مره في حياتي اقعد مع نايب واستفدت جدا جدا واستفدت بالتجربه بتاعت الاستاذ وائل اللي قالتها. وان شاء الله موعدنا الاسبوع الجاي. مشكورة. بس قبل ساعه من دلوقتي هو برنامج على المصطبه. شكرا سعاده النايب. شكرا حضرتك فندم. اشوفكم ان شاء الله. انا سعيد ان انا قعدت معاكم الفتره الجميله الحلوه اللي احنا فيها دخلنا في وسط الشعب المصري. هو احلى حاجه مفيش احنا على المصطبه. ربنا بحق يا رسول الله يحفظ كل المصريين ويجعلنا كلنا كده على قلب رجل واحد نحب بعض. عايزين نحب بعض لو حبينا بعض هيعمل كل حاجه. شكرا فندم. شكرا فندم. باي باي يا جماعه. باي. الحلقه الجايه.